مشاهدينا، والحديث أكثر عن أوضاع السجون الحكومية في العراق وأسباب وفاة المعتقلين. معنا من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. أنباء عن وفاة معتقلين آخرين في سجن الحوت، ماذا يعني لكم تواصل الإعلان عن وفيات المعتقلين بهذا السجن بالذات بشكل متلاحق؟ بالبداية تحياتي للجميع. حقيقة إن الأمر وفاة معتقلين في هذه في السجون العراقية وخاصة في سجون الناصرية في سجن الحوت، هذا أمر يعني كل المنظمات الحقوقية الدولية وحتى المحلية توضح بهذا الأمر وتقول وتناشد أيضا الحكومة العراقية مدى فعاليتها بهذه الأمر، مدى الإيضاحات الكاملة بحدوث هكذا حالات، وليست هذه الحالة الوحيدة التي حصلت في سجن الحوت، وإنما في السجون العراقية حتى في بغداد وبقية السجون. مع الأسف الحكومة العراقية لا تعطي المعلومات الكافية عن السجناء وعن سبب السجن مالتهم وكيف انتزعت المعلومات منهم، لأن أكثر المعلومات التي تنتزع من السجناء هي تحت التعذيب. إذن اعترافات غير حقيقية وغير قانونية وغير شرعية. لماذا الحكومة العراقية تغض النظر عن هذه الحالات وعن هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان في السجون العراقية؟ إذن هنالك أمر يجب على الحكومة العراقية أن توضحه حتى بعض المناطق. يعني ذكرت المتحدثة هي من جرف الصخر، وجرف الصخر مسيطرين عليها مجموعة إرهابية إيرانية في هذه المنطقة. نعم. وكثير من أعضاء البرلمان العراقيين ورئيس البرلمان العراقي قال أنا أتحدى أي موظف من الحكومة العراقية يدخل إلى جرف الصخر. نعم. يعني دولة داخل دولة، وهذا الأمر يعني قريب عليه. نعم. طيب أستاذ ضياء، يعني مراقبون يرون أن هناك إبادة جماعية وقتل عمد، هل يوجد تفسير آخر لكل ما يتعرض له السجناء اليوم؟ كما ذكرت يعني اعتقالات تتم بدون مذكرات قضائية، انتزاع اعترافات تحت التعذيب، ترك المعتقلين بدون عناية طبية، إذن هي عملية إبادة جماعية. هي عملية إبادة جماعية وعملية انتقام. انتقام من مجموعة من شريحة بشرية من المجتمع العراقي لهذه الأسباب. نعم. يعني هي فقط تنتقم من هذه المناطق، خاصة من مناطق الغربية أو من مناطق شمال العراق. نعم. وحتى من الموصل، هي عملية انتقامية وهم يتحدثون هذا الشيء. مع الأسف الإيرانيين يتحكمون في العراق مباشرة، وليست يعني حتى الموجودين على رئيس الوزراء ولا الوزراء الموجودين وموظفين الأجهزة الأمنية، هم يأتمرون بأمر الإيراني وليست بأمر يعني قضائي عادل ولا استقلال الحكومة العراقية. الحكومة العراقية لا تملك الاستقلالية باتخاذ القرارات، وحتى القضاء العراقي فيه هناك تلاعبات وفيه هنالك أمور غريبة جدا على القضاء، ويتحكم القضاء ويحكم القضاء بجنايات حتى على موظفين الدولة. نعم. الذين يعملون داخل الدولة يحالون بعضهم إلى المحاكم بدون أي شيء، وبدون حتى لا توجد هنالك إشارة على ارتكاب هذا الشخص هذه الجريمة. إذن العملية انتقامية، والعملية انتقامية من الشعب العراقي، هذا الأمر واضح بالنسبة لنا. طيب يعني أستاذ ضياء، ما الذي تخشاه السلطات اليوم، السلطات المسؤولة عن السجون؟ لماذا يمنع ذوي المتوفين من المعتقلين من الاطلاع على أسباب الوفاة، على الأقل أسباب وفاة ذويهم؟ لأنه راح يعرفوا شنو سبب الجريمة ومن هو الذي ارتكب الجريمة. ونحن نعلم العراقيين عشائر وأولاد عوائل. نعم. وهذه العوائل راح تتحرى من ارتكب هذه الجريمة، وهي الحكومة العراقية تخشى من أن تلام بصيغة مباشرة. بالوقت الحاضر هي تدان بصيغة مباشرة،
ولكن هذه الإثباتات حينما تشرف العوائل أو تشرف ذوي القتلة أو ذوي المعتقلين، يا أخي حتى المعتقلين في السجون في بعض الأحيان لا تسمح إلى زيارة العوائل لهم، لأنه في حالة يرثى لها من التعذيب. هذا الأمر نحن نعلم بهذا الأمر، مع الأسف من الحكومة العراقية هي التي ترتكب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي. هذا المشهد يقودنا إلى سؤال: ماذا عن اللجان الحقوقية الحكومية، ولماذا لا تتدخل لإيقاف هذه الانتهاكات في السجون رغم تأكدها من الواقع المتردي المزري الذي يعيشه ويتعرض له السجناء؟ الجميع يعلن وينتقد ولكن الواقع لا يتغير. حقيقة يعني إذا نتكلم على مؤسسات الدولة الحقوقية بالوقت الحاضر، هي مؤسسات ميليشياوية ومؤسسات لا تخضع إلى القانون، وهي جزء من هذه الأحزاب والميليشيات التي كونت بعد الاحتلال، وهي تعتبر بأوامر خارجية ليست بأوامر منطقية من قبل الشعب العراقي أو لمصلحة الشعب العراقي. هم مجاميع ممكن احنا نقول عليهم تابعين إلى مجاميع إرهابية. طيب هنا يعني بهذا الشكل وبهذه الصورة القاتمة، كيف يمكن مساعدة المعتقلين داخل السجون وتغيير الواقع المر الذي يعيشونه؟ ماذا يمكنكم أنتم كمنظمات حقوقية تقديمه، وإلى أي مدى بات ضروريا الضغط أمميا لإنقاذ حياة عشرات الآلاف من المعتقلين؟ والله هذا الكلام احنا ننقله الحقيقة، ننقل ما يحدث في السجون العراقية وما تحدث من انتهاكات خارج أيضا خارج السجون، وما تحدث بصيغة عامة عن ما يحدث بالعراق إلى جنيف وإلى كل المؤسسات الحقوقية والمؤسسات المجتمع المدني وحتى المؤسسات الحكومية. ولكن الحكومة العراقية بهذه الحال يعني ملتزميها أجهزة دولية كبيرة وهي التي تتحكم بأمور العالم. يعني مع الأسف نحن مكتوفين الأيدي أمام هذه الحالات، نحن نتحدث وبأعلى الأصوات عن الانتهاكات لهذه الحقوق، ولكن لا يوجد من ينفذ الأوامر ضد هذه الحكومة وإجراء تحقيقات رسمية دولية من قبل المؤسسات ومن قبل الأمم المتحدة حتى يتبين لها من هو المجرم في هذه العملية ومن ينتهك حقوق العراقيين. مع الأسف هذا الأمر بالنسبة لنا أيضا غامض، لأنه الدول التي تشرف على العراق من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي مسؤولة أيضا عن هذه الجرائم، لأن هي تسمع وترى ولا تقبل على إجراء تحقيقات رسمية أمام ضد الحكومة العراقية. وهذا ما يجعل حياة المعتقلين مهددة بالخطر والموت دائما. من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا الأستاذ ضياء الشمالي، شكرا جزيلا لك.